الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها المباركون، وبارك فيكم، ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم الحساب، ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الدعاة وإمام المتقين النبي محمد ومع آله وصحبه. أيها المباركون، لا شك أن الواقع الإسلامي حاليا، الواقع النغ، أنه واقع متأزم. الواقع ذاك التشتت، ذاك الحزن، ذاك التفكك، ذاقس ذاقس المصائب ذعد خس الأمة الإسلامية. كل أمة من أمم الإسلام، كل شعب من شعوب الإسلام المسلمة، إلا وغس المحنة جزمانيا جزمانا ونتا ذي الواقعة ونتين. لكن في الحقيقة الإنسان يسن بأن ذين الأسباب وذين المسببات، بمعنى أنه مرمي توقع شين حاجث لابد وأن غاس شين يجني قال مسألة ني. أي حاجث جاء إلا وغاس ونتخذ من مثلاً غانغ طوموبين ذين الصناع يني خدمن طوموبين، غانغ دفتا ذيني وذان غاسن ماشينات خدمن زاكسن صفوغن الدفاتير ثم نقل قياس خمانايا. فكذلك المصائب او المصائب ونيتيني قاعد دخس الامة الاسلامية حاليا نتتج النتيجة بعض المسائل وقعن زي مسر من، بحيث انه مرمي جين المسائل ني تعفنين وظنجي الشر ونتا هو التفرق والتمزق للأمة الإسلامية، وكوري الجن السور يونظن كوري الجن يتنعبداخ ونظن كأن الإسلام يعني كأن يوذان مثلا عقبنا الجاهلية الأولى. الانحطاط يجي وقع عندي الأمة الإسلامية حاليا التأخر نسنجي المجال العلمي، أتفذ الأغلبية على سبيل المثال الأغلبية المسائل العلمية الدنيوية كالأدوية وكالمسائل التكنولوجية أتفي مسلمون حاليا روخ أقل قليل مرنا 99% بأن الواردات قفوس نمسر من حاليا ماشي الصنع عن سن ذي مسر من، وإنما الصنع عن سن ذي الغرب. ونيتين دليل على أن إمسر من وقد من والو حاليا جي الواقعة ونيتا، ولكن مخقان الأمة يعني الأمة يا تتسس ولا تستنتج، يعني تستورد ولا تستنتج. القطة المسائل ينس ولكن سبرا ما تصنع عن تتشين حاش سينس، وبالتالي نقيم أمة متأخرة خصوصا في الواقعة ونتا. عدم وجود نشاط علمي نشين توارى حاليا الجالية نغي أوروبا خصوصا المغربيين
واخص من ذلك مصر من انه غسنشيشي المجال سواء ديني او دنيوي، بحيث انه يعني يتريخ العلم وتجنشيشي المؤتمرات جي الاختراعات شي المؤتمرات مثلا جي 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 المجال العلمي والو ما يمي سبب من سن التأخر. غنغيجن المثال خمانايا، وهو انه بعض الدول الأوروبية مرمي قعن سن القضية ثانيتين انه ذوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف السيئة، فكان جميع مسرمن كان جميع مسرمن. لكن المشكل هو انه الدولة يا ثانيتين الدولة اني يجي مسنس القدس النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شرف النبي عليه الصلاة والسلام انه انتتج جن مصدرة للانسولين. الانسولين قعن سنيت يمكن انه يجي المادة يتيلي من مهرك السكر لابد تيود الذاتين، وإلا اسيوقع يجي الخلل للجهاز انسنت ثم وبالتالي اذمث. ولكن الدولة يا مسيطرة الانسولين مني انتث لان الواحدة جيت دارن الانسولين، وبالتالي يوقع الخلل جيت التقاطع بين دولة ثانيتين والدول الاسلامية الاخرى مني، لان مركن قطعا منايا واصني وش الانسولين، لان شني مفتقرون الى الانسولين، شني وغنغشي ونصنع شي الانسولين. اذا مين يعنوني غيصنع الانسولين تايتا؟ لو ان نشني نصغضى ونغ غنغ القدرة ان اخترع المادة ثانيتين كان باستطاعة اي واحد اذي قاطع المنتجات الدولاني اذي قاطع الدولاني باسرها. لكن قنغ في موطن ضعف ما يمي اتنسن من بعد ذندي. ربما جي اوروبا يتيري النشاط الدعوي والنشاط اللقاء العلمي اجل العلماء اكثر في الدول نظن ما يميلي ان حرية التعبير وحرية لقاء العلماء وحرية القاء الدروس الى غير ذلك، لكن تثمن يعود وينجحش كما ينبغي ما يمي. لو قد سؤال هو ما يمي اتنزل ان شاء الله فيما بعد، لكن هذا انه يخصنا غنسنجل القضيه مرمي نوسي ذا السيور ذا السلبيات نمسن من غيرغاب، ليس ان يمسن من غاسنبو الايجابيات حاشا وكلا، لان النبي عليه الصلاه والسلام اقرك لا تزال طائفه من امتي على الخير، فالامه الاسلاميه ذاك الخير، ولكن الخير ويتين مغمور للبحر الشر، فانقرت لابد الامسن من غسل الايجابيات ولكن طائفه قليله. فالشيخ صان غير مسر من اديرين ديال الايجابيات اكثر، وبالتالي باش اديري غنغيج الاعتبار اولى. النقطه الثالثه والنقطه الرابعه والخامسه انه انتفرخ حاليا الغرب وزمازيغ في روميين خزان الجاليه تمسرمت، وخصوصا ليش نصور ذا خي مغربيين الاخوان الاخواتنا خزان كانهم متطرفون، خزان كانهم تعتادان خاصن سنين، خزان كانهم وتستحق شيء هذا عيشنا كيتسن ما يمي. من السبب يوذان انه مغان اني وسين تقبر زي الشباب اني حاليا في اوروبا دي ستينات فما قبل مرمي صورنا كي العالم اني ريت جاكي اللحظه اني قناك احسن الى دين الاحترام متبادل جرى ارومي ذو مسرم، حتى ان ديني وذاني راك سين ديم غارين سن غاس النقاب، النقاب ماشي قيضا اذنط النقاب الى يتجا قبر فازكي العاده عاودي مغربيين، فاذا طاحن يوذان طاحن ديم غارين سن النقاب في اوروبا، ومع ذلك الى الاحترام متبادل. حتى تعاود بعض يوذن نوم غانجي السيني عيش في اوروبا
كانك بأن إلي تسابطرون غرومي إقرص روحة زجد إقرص رومين إقرص روحة زجد أتفع قب أرخذ مثينك ما يمي ما السبب يقع حاليا كثرة الجرائم وخصوصا جي الشباب على حسب الإحصائية غاسن نش سوار غروخ حاليا جي هولندا إسبانيا لأن كغسين أن المعظم الجرائم خيف السن الشبيبة تمسرم بصفة عامة وخصوصا خيف السن المغاربة ما السبب؟ ذين أنت وردت الطلاق كثرة الطلاق تسن زجي المغرب مونن أضو ذنذا تفرق ويا الزداد فذا الزداد وخصوصا المرة غاسني حنجان اثنين ثلاثة ضم غذك سي حنجان لكن ربما أطحت خذم من يتوي حنجاني توي ثند الروض توي ثند الغرب انت تخدم من يعنوني غيقوم من سريعة يا حنجاني لا شك أنه تقومان يوذني الدولة يعني ترومث انثنيجي ترباني حنجاني ما يمقع منايا كثان المخدرات كثان الخمر جي الصف نمسر من قعمنا يوذ الواقع عنغ نشني نشني وزمانا ورزق الواقع عنغ لأن الواقع والواقع ضمازاك إخسانا قلت باللي عشيتي طاوينيني لله يمسر من على خير يمسر من ذي المليح ذين الخير ذين كذا نعم ذين الخير متفق عليه لكن الخير وانيتين هل كثير نيخ الشر أكثر مرنجا عملية حسابية انت في الشر أكثر زي الخير غير جي جارة نغوها غير جي مزيدة غير جي الصفة مزيار والصفة يتذنين انت فوا ويقبروا ما يمي الجواب يتيجي القضية وها وهو ترك الهوية ترك الهوية من تعنى الهوية ثانيتا زمازيخ انقرص شني من اذن اتبعد الشخصيين نفهم اتبعد الشخصيين الشخصية ثانيتين الشخصية مغربي بصفة خاصة ومازيغ بصفة خاصة خاصة ومسلم بصفة عامة مين تعنى هي عبارة العقائد العقيدة وعبارة الحالة رض الحرام وعبارة السلوك يعني من أذن نهاية غتيري يبعد الهوية ينس نيغ يتسدحى أذيري قيل هوية ني يعني لا شك أنه يتبعد خيج القضية ألا وهو أتنجمع كي كل شيء أنيني أنه يتبعد خدينيس حاليا الشباب خصوصا أنه يتسد حدينين جدا مسرم بل نسني وذان نينك بأن نشني مرمي نطح أوروبا انتاجي نسي ورضا عرف في غمازيخ في أي حاجة نسور غير إما ذا اسبانيوت إما الطاولانديت إما الفرنسيس قاس ميمي إنك لأن ذيني وذي تعجب شيء تصابي أنه جدا مسرم الإسلام متهم قارس الله وجبوا الإسلام متهم شقيقي جنتهم لأن لو أن الإسلام تهم أتى في قضبش حز قوامي ولكن المشكلة قد جيم سرمن فلأجل ذلك أنت في المقولة المشهورة يجل القول نجر ميرا إسرم فإنسن الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين يعني أمي السن الإسلام يسن بأن على حق لكن حتى أمي خالطي ثنن بعضي خالط يمسرمن عادي الناس نكنيوز بعدم خدينكم فلو أن يسن يمسرمن قبر أتفو يزم هذه السن ما يتجا أرحق لأن كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك كل جن قرأك نشعر الحق وخيش جن قد قيل باري قرأك على حق إن الله غفور رحيم
دائما نقفز قمم لكن ويحفظش الآية إن الله شديد العقاب. الإنسان من ميت معاد زقي العقيدة ينس لابد أنه ويتريشي يتستنتج ويتريشي مثلا الأمة الإسلامية ترجى الزاقز شين حاج تصبحانت ناهيك خل العالم يكمر، لأن الإنسان بلا دين كحيوان. الإنسان سبر الدين أم الحيوان، يعني غير التتيسس يسهل لك ثم الإنتاج ويتشبه الإنتاج ميمي، لأن غسج الجانب معطل. لكن منظم مرتي لي غسل عقيدة مستقرة للقلب إنس يتعتز الشخصية إنس، لابد أن العقيدة يعني الشخصية ذا يعني تجنب نير ذمن عيف ذا شاء ديك شين حاش تعثنت، سواء السرقة سواء الزنا سواء الإنسان ذيسكا أي حاجة، يعني العقيدة ذمنع الصاحب ينس أنه أديك شن حاجة تعفت ولو أنه يجد أتيج يعني الحاجة مسطورة. فلأجل ذلك أنت في النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كل أمتي معافى إلا المجاهرون، لكن الشباب نغوي السنشي الحديثة ونيتا البشر لابد ذي عصى الله عز وجل لابد يعني أدي ذنب، لأن لولا الذنب أتمنى ذنب ما أدي استغفر الله تبارك وتعالى. لكن المشكل ماشي الذنب، المشكل انه من ذم ادي تعاملك الذنب ونيتا مو خاص اكيس يتعامر نطيع الله عز وجل. لا شك ان الانسان مرمي غيك شي الذنب ادي استغفر الله تبارك وتعالى، لكن ذي لجن الطائفه لا ذي لجن الطائفه موقن النبي عليه الصلاه والسلام يعني تقن المعاصي جهارا نيغ تقن المعاصي يعني مسطورين استريث ربي سبحانه وتعالى، لكن مرمي تيريخ الصباح نيغ مرمي يتصبح الصباح قوم كان أذيني أستغفر الله وأتوب إليه أنت يطاح عمدوك عريني سرعي شخصي قال سيد النطق كذا سويق الخامر النزنق كذا كذا. فلأجل ذلك قرن النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى، يعني كل المذنب زقي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أخس يعفى الله عز وجل، لكن بشرط أذيني الذنب مستتر بينك وبين الله عز وجل ومع الاستغفار. يقرك إلا المجاهرون، قالوا يا رسول الله وما المجاهر؟ قال الذي يبيت يعصي الله عز وجل وهو يستره، يعني اسنسا خل معصي الله تبارك وتعالى والله عز وجل يستره، ومع ذلك يقرك إذا أصبح قال إني فعلت البارحة كذا وكذا وكذا. فالمهم ماشي المهم أك الذنب، المهم أن من ذنب أذي تعامر كيف يتعامر مع الذنب. مرمي من أذم المسلم يتبعد زقي الهوية ينس زقي الأخلاق ينس زقي الدين ينس يستطع ذنيتين يعني الغرب يروميا أسنكسن الأخلاق ذنيتا ثم أسنستيفن الأخلاق نسن وهي الأخلاق المجردة عن الدين. نعم مرنسن الأخلاق مر الناس التربية مر الناس مثلا ما يسمى بحقوق الطفل وما يسمى بحقوق المرأة، ولكن مجرد عن الدين يعني سبرا ما تسيفن ذاك الدين بل حقوق الحيوان، ومع ذلك أسيفن شي الدين في مجال التربية. فمن استغل إذنينا استغل المسائل الأبوين، إما أنه الأب ويتهتم ماشي التربية ضواينس نيغ أن الأب يعني إقارس الجحاموش أذيك من يخص حتى ذي مغا وكثرة الآباء أمي يقان قانا كج أحاموش وسقاشي كثا كثا غير ذي مغا أذي سنتا إقارس الله. لو أن الأمر أمخذ قشك لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع سرمذ من تنزجد سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتربية يحاموش لابد وقش حتى ذي مغى بل مرى يمغى ونيد المصيبة أنه مرى يمغى أنت
ويسن والو قاد النوغ ذاكيس عتاف النوغ ذاكيس انت بالاب ويسن والو الابن ويسن شي عاد قطع زاكس انت فمو خاصنا الزو احنجرة وانيتا شابة وانيتا ادي استقم وقديما قيل هل يستوي الظل والعود اعوج مرض الاصل ضفاياض الاب ضفاياض الام طفايات مو خاصنا شي نزو ان الابناء اذلين ذي المليح عما ساتري لان الاصل معوج نغتف استغل انثند سلجهل انسن اتف الاب دم سلم فطري يعني اطاحي تزاد جد زاد جيتي ناس فطرية اطاحي خدم اطاوح هذا الداف لكن الجانب التربوي وسيتي شبو الاهمية يقارك لي انا يجضوينو ذي مسرمن يقارى سمي غاكات قثة صافي لكن قل حقيقة ميمي ونتقشين شي المؤسسات اتيري خصي حاموشني مزيانا على سبيل المثال غاكم ذنيتين احاموش انت ويمثن دا المدرسة خابع سنين وعلى حسب المعلومات غي انه ماشي واجب اتو يمكن ويحاموش خابع سنين لحسب المعلومات دا يوشين انه توي نحنجان خص سنين واجب نعم ما كاين مشكل ام انت ويمكن ويحاموش است سنين لكن غزية التربية نغيا الاستهداف يجيني وذنينا يحنجان نغنشني نعم نشجي حاموش يمسك سي تقعد ديس جيت لكن امي نكسي زكيدا دافخا تسمخ عامين نغ درت سنين تشتند مثلا تشد حاموشني الروض مرمي تيري حاموش يعقل السن كذا تسمى يرمض الحركه زكي بابا زكي ماس قناك لا اوي تغانا نشني ذينتين الروض نستاذ نشني حاموش النغ الروض مثلا نيروميين صغورا يحنجان وماشي واجب بل ونيتا على حسب من ذينان انه مرميتي لي الوجوبة السيدفد خست سنين طيب امسل مني غانغ ذاقي اوروبا خصوصا ذنيتين مني وتحذن شي جرس قوم كان ذيري الروض اني للاطفال ما يسمى الروض الاطفال ماني سعدان ابع سنين اني سعدان التربية اني الحضانة تيش الناس اللغة تيش الناس بروغرام البرنامج غير عقر غور ميمي وتيري شيكيج المؤسسة مؤسسة إسلامية على سبيل المثال ذنيتين مثلا الآباء روخان شني غانغ ذنيتين يمكن نوصيهم شحال تعيشن ذنيتين يمسر مني مغربيا الله أعلم مسنا بشحال يمكن ألف نسمة ألفين الله أعلم لكن ممي اجتمع شيء اتين بان جيل مؤسسه ثانيتين ان جيجن القسم خاص حنجان للحضانه وبالتالي اخذ سن خاص اجي المبلغ مقرر نتورى بان القضيه ماشي دي التاسيس ولكن القضيه دي الاداء لان زقي الفطره او زقي بعض سوء التدبير الاب انه يتمعامر اجل ابن نس جي المسائل الدينيه خل الماده انا واش يجن المثال مرمي تيريشين تشما شيل الماتش شيل الفريق جرى الفريق اتفضح حاموش يكسيت باباس باش كيسي فارج يتخداس خاصو السين بشحال لي وروني والسين بشحال درهم سواء قال المغرب سواء ذا ماني ما ويتكبر حساب وخصوصا مرميتيري الماتش ثني يعني مجتمعين نيغ مثلا يتقاس شي نزهه يتاويز اشي نزهه نيغ اشي سيني نيغ اشي نيغ اشي المسرحيه نيغ كذا وكذا يتخداس السينغ بشحال ليورو لكن مرض النيداس يخصك تصغاض منك وعاد باقل ثمن قليل ثمن عاد يقراك بزاف منايا قا رود الاطفال الفلاني قيصوره سباطر لكن يا اخي والله ما يصوره سباطر قا ماشي صوره سباطر برد بشي ذا سميك
ذو شي ذا سي جوع نجير نهاي غاي مغاتا فقضي دينك شك ذو شي ذا سي جوع حاموش اتربت نتا ذو شي ذا سي جنت حنجال يعني اسرم ماذاس مخاتف خطواعيينك شك نسني وذان يتصور ان اقضى وانسن غير طه هولنديث مثلا يخطى اسبانيوت نيخطى فرنسيس يتي ريجي المدرسه يستور ستا هولنديث يتعقب هذا الداي يستور ستا هولنديث هل وانيتين زيد تدبير التربيه ذي المليح وتجيبو ذي المليح هل وانيتين الامر و يتعقب خل الاسره مليح نغلا لانه ذي نشيش التواصل تفجر الاعمام نروح نجيرني لان الاعمام يتفق المغرب مثلا برمي تعقابني حاموشن يشسن غي حاموشن ساور ناك اقل اعمى من سانك جوار نسن غرس الاشارة تستقضي زي زونن ساور غرس الاشارة مرمي يزودي شي يقرس مرمي يزودي شي يقرس ماذا زود ميمي اتفح الناس وزمك السيورة ايا وينس نقرس نشني وانيتين جان ربع ذي وذان تقن منايا يعني رغما ماشي تقين المنايا تسمى يعني بالسيف وانما تقين المنايا قنا كي خصنا قفد اللغه ويتني جن التقدم قرص التقدم من تقدم قام بيك وزما ذي عقبروخ ما راه شي مسروخ التخير نياس ما طاح هذا المغرب نياس تقيم الذا اميك اكيني افقي مغذا يروح نسن الاسر زنوزان ذو ذرين ذيني تاسن ذانيتا ما يميق قرك روخين جضاوينو من مغان ذيني وسناني اللغاني والو طفلة مانتني طاولة مانتني تسبانيوت طيب النبي عليه الصلاة والسلام من انغيقا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له الإنسان مري بذرميس مش حريغا يعيش من أذن الأب مش حريغا يعيش أنا عيش روخان شني 60 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك امتي بين 60 و70 طيب نشيان نعيش 100 حتى تفضم غاثينك نيغضا وينك قال سي ربي من المي غيمثوا قال الجوارين سقع موث العائله سقع موت يقيم غير نتا يخوران غذا حتى ما راه يعيش من هذا ما يعيش غير سبامبيرس مين يقع منايا اخرها الموت ولكن ماذا مين يقدم الموت الني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اولد صالح يدعو له وجيبوا لنا وولد يدعو له لا صالح مو خاص هذيك صالح مو خاص ديري صالح هذه ديري صالح شك مرض ربيت خديني الله عز وجل نعم سنيج القضيه ان الاباء خافت من التربيه اضربا لكن الكمال محقان من عند الله جل وعلا لان الهدايه المطلقه قفص الله تبارك وتعالى نسن بعض الاباء قال لك ونشني نصورك ضون كذا وكذا ولكن فغن فالصو من غانق قرص الله شك ادعو الى سبيل ربك اميك بالحكمه والموعظه ولكن مره كي حنجاني مزيان رباط نزيروخ لكن الاخلاص لله تبارك وتعالى لابد الاخلاص لله عز وجل في الدعوه الى الله عز وجل وخا ذمك لكن ما نجح الدعوه ني فهي خير ما راه نجح شي فوني الامر الى الله عز وجل الأمر إلى الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام قاعد نسن نوح نغلى نسيت نعود نسين شيء نوح مذكور في القرآن أبو الأنبياء مخقان شيخ الأنبياء ومع ذلك ميس إكفى بالله عز وجل ميس إكفى هل لني نشني ومي إكفى ميس نوح عليه السلام أن نوح اقصر بالتربية الميس حاشا وكلا نوح عليه السلام والأنبياء والرسل من أكمل التربية لأبنائهم ومع ذلك أنت في مسك فبالله عز وجل الناس نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ومي وعدي الله تبارك وتعالى الناس قعد السفينة وقعد المؤمنين ثم أذي وثون زحاليا روخ وتزمني ضوثني والو فهم يقعد انت اذ رمز ان سيابنا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال يا ابي ساوي الى الجبل يعصمني من الماء قوى ذنوح عليه السلام
غاسج الصلة قوية بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ميسي فغزاقس كافر إن السياء أبتي إني سأوي إلى الجبل أضحى بونتا جبر فإنه يعصمني من الماء وخيو ثون زاو سندر موجه تقي شقيقي بونتا جبر. مسائل مادية يتعتمد خل المسائل المادية. نسي أنه عليه السلام الأب الحنون إن السياء بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نهار أذنبو العصمة بل جبل إخر قطاب سبحانه وتعالى. أمان إخر قطاب سبحانه وتعالى. أنزا إخر قطاب سبحانه وتعالى. شك إخر قطاب سبحانه وتعالى. فكيف أشي عصم الجبل؟ والجبل لو تجلى ربنا عز وجل للجبل لجعله دكا. يا بني لا عصم اليوم من أمر الله. فالله عز وجل يحكى من غير الصورة فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدي جن الموجد الجمعيد. طيب نوح عليه السلام ومكمر إهوى يكمر أنزا صافي إهوى فيتحرك ذاكس الأبوة النيل حنان الأبوة الفطرة لأن كل أب يخزى جميسج الأمل يخزى جيجيس إج الأمل وهو أنه أظم غا أذيري مليح أذي مريك أذيري غاز دوري يخلي انتا أذيري غاسج ندور فعال المجتمع أذيري ولد صالح أسدعى. فتحرك الجارب من الأبوة لدى نوح عليه السلام فينس يا أبتي فينس يا ربي إن ابني من أهلي يعني أميق زقينش وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك انت يفغزيز انت ذميز ولكن مذن الكفر انقطع النسب وانقطع كل شيء لأنه يموت كافر. إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح يعني أن مس نوح اكفى بالله عز وجل فلأجي ذلك ويقيم شيء ذميك. من غزت أن استنتج الآية ثانية أن استنتج بأن الدين نغ دعوة زقي الأب الإبن أنه يخص ستيري الإصلاح يخص أذيري ولكن الهداية المطلقة والتوفيق قفوس الله جل وعلا. فلأجل ذلك قرص الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من موت عزيزس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل ويسي وشيشي الهداية نيغ التوفيق وتجعل شيء في السن لا للأنبياء ولا الرسل وإنما من يقفوس السن. فانقرص التربية للأباء لابد ستيري جادة لابد ستيري نيشان وإلا الأبناء النغ أضحنجي الهاوية والعياذ بالله. ننا بأن مرمت ولان التربية إرميا الأبناء النغ النغين ذاكسن الهاوية الني نغ الشخصية الإسلامية بحيث أنه الشباب حاليا ظهر بأن الإسلام دين تخلف الإسلام دين منغلق يعني إبلع سمخيخ فينس بل خزان الأباء انسن إني قد زجان خانس شكعاذا قشقي الزماني أنضاخا كارحياني أنضاخا كتفوقي ثني أقامنا يعذا أحمو شوات جيت شك صمغات شك ولكن التربية وتربيتي شك ربانتي وذان الضم. فنغين ذاك سن إحساسني الهوية إحساسني الشخصية إن سنت بحيث تيري شخصية عزيزة غسنت. وبالتالي نضيع الشباب النغ ونضيع المستقبل النغ والمستقبل نسن. ولكن دين الاستدراك أنه يزم منادم أذي استدرك منايا أذي بد أذي جاهد في الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله عز وجل أذي خدس من استعذانا من حتى أذي رجل الإصلاح والصلاح دي الذرية إن شاء الله. أنا وذي جن المثال يعني خلوازغ الديني الإنسان مرميتي لي متدين نغذك شين ترسون الدين شلقت عن الدين عذق ذاكس مخصي تقصى نغ مخصى دي قصى الدينيز جي بعض نيوذان. على سبيل المثال انت مثلا
العائلة التمغربية ونشتين السني مغربيين الحمد لله كي المجلة ويتني غاز كعروخة يوذان ذي المليح إلا القليل أنه تهلن جي الأباء نسن الأمهات نسن الأباء نسن كذا وكذا. من السبب يمسر من نينا التهلن جي الأباء نسن تهلن جي إمات سن. وبخلاف انت في المجتمعات الغربية الأباء نسن الفامي مليات نسن العائلة نسن أنه تلي شيء منسجمين. بل انت مثلا أروميز جي عام عام تسيتوي شي حاجة ننوى يمس بدعوى أنها عيد الأم، مع أن الإسلام دائما عيد الأم، كل لحظة عيد الأم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ها ومقا عيد الأم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إقارن سبحانه وتعالى، إقارن الحق نسنتا، وهو توحيد الألوهية والربوبية وصفته الأسماء، أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد من أمر الله عز وجل. أعظم شيء، بل خفص انتمخ في خلق سبحانه وتعالى الجنة والنار والدنيا والآخرة إلى غيره ذلك، وهو التوحيد. ومع ذلك إقرار التوحيد أكبر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتف المجال نغ فاميليا الطوروباويث وغاسنشي منايا. من السبب؟ السبب أنه وغاسنشي إجن مثلا إجن الصريمث نشي قارز مازيق الصريمث تشدت أبا بس ديماس بحيث يتعلق الزكس ما يمي، لأن إمغى همن باباس يخدم يماس كذلك يخدم كان صباح انتغاس عامين تاويند أندراسة طوح حتى 24-25 طاح تاويذين زقي كما أكما زقي كما أكما. ماني إرمذ انت المسائل الشخصية ماني إذا زبن أنت إبنت جي وذان جي أيدي غير أمناء جي فسن غير أمناء، بحيث أن أنت ويتري شيء غاتي إجن الحنان الأب نغ الأم، وإنما يتري يتحن خوذا الظن وويتين خطير. فلأجل ذلك أنت مثلا العائلة الأوروبية أنها وتحترمشي الأم وتحترمشي الأب، حتى أمروا خجن الأعياد الني الأم الأعياد الأب كذا وكذا غير باش الزون زعما أتزور المحبة الأبوين، ولكن أيهات ما روضين بو الصريمث أذين بو الإيمان أذين بو العقيدة وزن ما أذيك شين حاش نولا ذيج. لكن المسلمين عاد ذاك سن العقيدة الني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمرمي حفظ زقي الجانب ونيتا النقطة يندين يعني المسألة يندين القطعة ثانيتين قيم من الجانب ويتين ذي المليح. فلو أن قيم من المجال الدنيا ويعاوذ قي الحضرة قي العلم قي التعلم تمسكن الدين أتنفتين حسن الزكس القاع. فلأجي ذلك مرة نسقس أي واحد ووالله الذي لا إله غيره إيجو إسبانيو إيجو إسبانيو إسبانيا إن إيجن حاج تحس لا تسبانيوت إن إيجن حاج تحس ذغ شوم خاسك النيو ويمسر من نغس من تعنا إن يمرمي إتذف أحنجير نغت أحنجاث تتجا من فوس الأم إن ينشغى يمي إزدغى الطفينو 20 متر جرانق اني والله درسين مزريخ اني غاسن شني مارا ونزري شي الام نغكورنها قلا عمل مخقا يخسن غلبو تتنزع لابو دسنس الجنفوس انك نشني وشي غير تضغوها سبرا ما دايش الجنفوس. اذا النقطة يا نقطة حساسة، ولكن ميزي نحافظ خاص بالدين النغنشني سدين النغنشني، لان الدين تايضا غير امر وذا يقان شي وزما ديني شي بشي جلا ثنيتين ديال العاده لا ثنيتين اودي امشغني مواسقني اجن الطقس اجن الطقوس كذا قراس لا، بل شني غنقي التاريخ المغربي ما قبل الاسلام ان والتاريخ نعرب ان احاموش مرمي باباس يمتجيك يتمتى باباس يتاوي ضمغة من باباس قاع مانيا قد التاريخ
لكن ما يوسف بعد الإسلام فتقيم ذاك النغمانيني على أساس لاحترام الأبوين ميزي سدين النخ. لكن مرة سقسيد مثلا أي واحد روخ أستند العائلة خد الدنيا جي الدنيا العائلة جي العالم تايدن وجي جاء أحسن عائلة أوروبية نغ عائلة تمسرمث أكي جو بأن العائلة تمسرمث هي أحسن لأن ذمون كذا وكذا لأن يعني موسقا الآب ذي الأم ذي حنجان تتن مارة فطن مارة تمونسيون مارة تتصن جي جندة داف أرندان كذلك فطن مارة ارعيذ طاحن زجن جي المصلة مارة تفغن مارة طاحن السوق مارة العائلة منسجمة لكن مرني ميمي لأن تمسكن جي سدين سن مرني دسوقي جحسن جي الحضارة جي التكنولوجية ما يمسر من أحسن نغ الغرب أكيني الغرب بطبيعة الحال ما يمي لأن نشتي ونتمسكشيش سدين النغ ما عليك شي نتمسك سدين النغ كما ينبغي أتفقنا قيل المجال الحضاري أحسن الزكسن وخان شي نتوارى الحضارة لابتانيتين حضارة يعني قطاح بزعما يجن الأمور خطيرة يعني اختر عن بعض الأمور وزنزما نشني لا هيهات قنسن بأن الحضارة معرابا من تعنى حضارة نعراب إرغمان حضارة نعراب ما قبل الإسلام إرغمان لأجل ذلك يقى جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه وميروح أمالك الحبشة إن سسي أيها الملك نشير أن جذي عراب انتت الحرام انسس الخمور النق إيويا فمن الله عز وجل علينا بالإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فيهدانه الله تبارك وتعالى ف نتوارى روخ الحلال الحرام ونزم أنعقب أمو خيرا جاء ثم بعد ذلك أمي موث النبي عليه الصلاة والسلام يفغ الإسلام زجل جزيرة العرب الشام مصر المغرب ثم ينتقل خلي الأندلس الأندلس مو خيرا جاء إسبانيا مو خيرا جاء إسبانيا جاء مظلمة فمرمي وثفني مصر من ذني أصبحت تسمى بقلب علم أوروبا وور العلم في أوروبا فإذا تسن الفلاسفة المضطهدون زي الكنيسات إذا تسن الأطباء المضطهدون زي الكنيسات إذا تسن أقران السيني نشي قرص تحراجن زي أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية إلى بلاد الأندلس ميزي سالإسلام سالإسلام ماشي سالجهل ماشي سالتخلف ماشي سالعصبية ماشي سالقومية وإنما سالإسلام. لو أن يمسر من تشبثن سدين سن أموخ تشبثن جي المجال يعني البر الوالدين أتفقد من العالم يجن الصورة خيالية. ولكن سبحان الله نسأل الله عز وجل أذي بدر يعني زمان ونتا بما هو أبقى وأصلح. إن بأن يمسر من انخزى الآثار السلبي الزكسن ثنين قيل بلاد ثا لأن ابتعدن خدين سن خسلوكات سن فتمسكن بعض المسائل الظاهرة بعض المسائل اللي جا يعني ماشي الواقع وإنما خيالية وخصان بزف المسائل وقدمن ماشي قدمن مثلا العالم الإسلامي المليح نغ العالم الغربي وإنما قد من ما هو يعني أقل زي يعني من يتجا ضعفا من يتجا ضعفا. السبب هو مخلنا هو البعد عن الدين. لو أن اثنين مثلا تمسكن الدين سن قوم سن الواجب سن أتف مليح زي الآثار السلبية نغ زي الآثار المسائل تعفنين يتجن الإخوان النغ الأخوات النغ جي ضم وثثانيتين وغير ضم وثثا أنها زجي الأثار ينس أنه يتيريان شغرني منذم يتعيش جيجن الوهم يتعيش جيجن الضنك ما يميلي أن نبعد خد الدين النغ نبعد خد سلوكات النغ نبعد خد القرآن نبعد خد السنة بشحار الزاق نغ أي شي واحد الزاق نغ يقرأ سيميس بشحار ضغير نهار الصورة
بشحال الصور يضغرض، بشحال الاحاديث يحفظه، نيغ مثلا يطوح هذا الذات يتشعر التلفازة يخزى الجزيرة يخزى ثين يخزى الاخبار من يوقع كذا وكذا، بشحال تلقى بطاطا بشحال تلقى طوماطيش، صافي يطيح هذا الطص ويتقصي كي الجانب الديني. والله عز وجل قال القران اذا غيقا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. واني غيعرضن واني غيبعذن واني غيتخذن القران خلف وعرورينس ويقاشي ذقس ويسلم ماتشي ضوينس القران ويتشرح شي القران ضوينس تعاليم القران ولو ام قرن الله عز وجل فله معيشه ضنكا، يعني ام قن ضنكا ضيقه، يعني اجن المعيشه ضيقه، اجن المعيشه تعفنت. وانت بزافني وذانا مثلا حاليا بسيكياتر يعني سبيطارات الامراض العقليه والامراض العصبيه يعني تشور وليت نفرغ زيكس سواء في بلجيك سواء في اسبانيا سواء ذا، انه يوذان روح حاليا المعظم يوذان وزماتني لا سباستياف الا ما يسوى شي المخدر هذه الطص، ماشي انت على اساس مدمن خمور ماشي انت اسكان، ولكن العصبيه الظنك يعني جن الشده يتفيد غورينس ميمي لان يبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال لك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ما عليكش نقرا القران حتى فنقرص مال الدقيقه يجي تنفسينو مال الدقيقه يغي يجي نفسيتينو هذا زمغ القران هذا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اذا وني غيعرضن خذيك الله عز وجل القران فله معيشه ضنكا. ما رانا عقب القران هذا اخانا يتنفس الله تبارك وتعالى من دين يجي نفسيت النخ نشعب كذلك الهزيمه، لان اي جن حاليا ذا مسلم كلمه ذات حقيقه والله حقيقه يخز يخفين سقط منهزم يخز يخفين سقط جيجن جيجن جيج الاحساس الطفو رومي ارومي تسمى امسلم يحس بان ارومي قد العز قطاز قس نتا ذات الاحساس نسحيسا زقس ميمي لان انطيعش الله عز وجل، لان الله تبارك وتعالى قرن وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وان يخذلكم ما يخذلنا الله تبارك وتعالى من هنا وني غدا ينغنصا ولذيج الا الله عز وجل. فلاجل ذلك يري قرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش مرمي تسقاذا الجيش يقرا شوفوا كنيو دروسيكم العدو بزاف يتسن فاتقوا الله فاتقوا الله اكذم الله عز وجل فانهم ان استويتم ما استوام كنيو اثنين قال المعصيه لان اين الكفار كنيو مسلمون لكن ضعصم الله عز وجل اثنين ذكم قال المعصيه فاعلموا ان الغلبه للاقوى ولاكثر عددا، ان يعني الغلبه ماشي اتي لخفوسكم لكن خفوس سنتين ميمي لان كنيو ضعصام يني عصام لكن كنيو اقل عده وعدد وراكم بالسلاح من غاسنتين كذلك العدد سنتين كثر زقي العدد منكم. فلاجل ذلك مرض عصام الله عز وجل اسلم بان الهزيمه قد وتقن الاحتياط نسن تجيرتني تستغفر الله تبارك وتعالى قال القران تدعن الله عز وجل ويتوياس النصر خفوس نسن ميمي لان اتقوا الله عز وجل وناصروا الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم ويتحس شيء بالهزيمه وانما يتحس بالنصره ميمي لان ان صلى الله تبارك وتعالى وهذا وعد من الله عز وجل يشكل عهد انه يقرا ان تنصروا ان حرف شرط ان تنصروا الله ينصركم بمعنى انه ما راه ينصرش الله عز وجل وشكون ينصر شعب وشكم يتعيون شاء. وبالتالي انتغي منشني منهزمين متفرقين دائما حساس الضعف دائما حساس بأن نشني متمسكينون يعني يمشغني وغنغوالو أقنا مستضعفون في الأرض ما يمي
لان نبعد عن شريعه الله عز وجل. اقا كرشي من يتوقع المنايا الا البعد عن كتاب الله عز وجل. اي كرشي من يتوقع عند الدول العربيه قد الدول الغربيه منيما خمسرم انه نتيجه ايج النتيجه ايتيغال عدم تتبع دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف امري. يعني دائما تيري الانسان قف مذلول خاص صغر خاص يجن الضغط. وتكالب الامه او الامم الظالمه خ الامه يبتيتن ميزي الا خ البعد خ الدين النغنشني. وجعل الذل والصغار على من خالف امري. والله تبارك وتعالى من انا غيقب القران يقارن بان يتحدثنا سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. اقرن غتنسيو غاكم اين يزدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نعم الفتنه لو حاليا انت في اذا غير جي مزيده ديشت مفتتنون انت في ذم زيده اطمنت مزيده ونيتين ما راهي روحها مزيده يقرس شك حرام خاك في الذانيته لان الشك روحها مزيده ثايتين سوا نصلو غاديشت زي القبيلة ذيشت زي الدولة ذيشت زي الدين ذيج توحد الله عز وجل اثنين سن ومع ذلك ويتثن زيداوة ويتثن زيداوة لأن ويتعتقد بأن زيدا تيتن باطلة ويتعتقد بأن زيدا باطلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة بينهم أو يصيبهم عذاب أليم. انت ورا روح حاليا للدول الإسلامية أم العراق زي العذاب نقنيوية للدول نظن كذلك العذاب أليم. نهاية غتف من هذا متفن غسل الداف نقنص ضواينس نغنقنت انت نغنقنص ضمغافينس نغلق اغتصابات وجي عذاب أليم. عذاب أليم مزي بما كسبت أيديكم. والله عز وجل قيج الآية قرك ويعفو عن كثير يعفخ عنه بزاف سبحانه وتعالى لأن حلمه أعطاه إلينا سبحانه وتعالى. أنت في القضية نظن الانخطاط الأخلاقي أو الخلقي أتفض أحاموش ويتسدحشي زقي بابس أحاموش ويتسدحشي زقي إماس تحنجت كذلك وتسدحشي زقي إماس تعن جاتو حاجز كي باباس بل تادف خباباس شبه تعاينت صواريزية ميني فلضة ميني جيب احن جير كذلك سايتن ذي خرازين سادي خرازين سادي خرازين صواري هو قدس من يقرأك هيب هوب من الهيب هوب من يسق اك صواريين كنور مالكين يشكا عذاقش جي التخلف ايتك ذانيتين ذخرز استقاد صريمث زغور زكس ارغم ويتين التقدم من منش ينطح غير بعض المسائل يجي جنتي عفانين كسيتن زكي ارغاب من كسي شي زكس سنين علوم الفيزياء علوم الكيمياء علوم التكنولوجيا ازيد كسي شي زكس نوالو قاع انقيم ترانكير واها وزن زما انكسي خاص نوالو انقيم ترانكير انت بعد الدين نغواها اشي الصيودي ان شاء الله حتى من خصش لكن والو اتى في حنجان الشباب كسين بعض المسائل اللي جان تعفاني كذلك الطمغاف تاع حنجان تخرس يضميط تخرس جيرس تخرس تاع تخرس تاع تخرس تاع من هي فيريا كراين زعق بقع تقاقش ميزي استخرس. لو ان ذي خرازين اني لنفترض جدلا وحاش الاسلام هذه لي منايا لنفترض جدلا أن الإسلام يسي ذميا والله ما تفقنت بالله من لي ومقا التقليد الأعمى إجن هاي جو اسبانيو أنت كاتدراتيكو يعني أستاذ العلوم الإنسانية جي أمريكا لكن يطف التقاعد ثم يسي ذا اسبانيان تيتيري جي مدريد غاسي جني جيس فأنت
ما يسمى بالمحافظين المحافظ، وحتى هما يسمى خميس عمر انت ضرومي غايكيس الاتصالات بزاف، لكن حتى يغرى التاريخ عمر بن الخطاب فيسمى خميس عمر، حتى كي سكيب حتى كي الماسنجر حتى كي فين يخفين بس عمر، ولكن انت ضرومي عاد. ف نقيم السوانيج نتا حتى هما يوض هذي خرازين انك نشي تجي وسأذنغ شيء، لان انت مشني على شكل محافظ انك نشي تجي وسأذنغ شيء اتقص الشعاع الشعاع تغزد زقرا اني كذلك هذي خرازين اني غاس ممنوع اني غاس ما يمي مش نسمي بان هذي خرازين مباح جدا، ولكن خزا خزا ينوع التصور انك لان ذا عن جثثة يخلق طب سبحانه وتعالى، فذا عن جثثة يتين خلقت على أكمل صورة، لو أن الله عز وجل السن بأن زجي الزينة انتمغارين أتسنقبن الأذن السنة تفي سنقبس انت تعد قعد دي سنين مز، فمن من شذا صغروخة أضغي الصورة يثيتين تحن جثثة نيتين غزاح تماني يوضق التفكيرين من هذا ضرومي، فما بالو كان شني سيسي ثنغن شني نشوقي غاسي نغ ديني شنغ الزخرة صدا أتا بينا الزغط المسألة تايتين تعود تعقب على أن التربية الدينية وتجي شيء التربية من الجان يعني قيل حياء وتجي شيء، لأن أحم وجزم زيني قا قيل مدارس مخننا نيروميين من يغسر من اثنين الحياء بلا مقضي تعاوذي الجن قيل مدرسة قلنا سن الأفلام على شكل مثلا على شكل كرتون على شكل رسوم متحركة إيش عاللوثن، ومع ذلك تقندكس بعض المسائل بعض السمومات مسائل خلاعة باش عاموش أذير مذ الحياء ميجة النبي عليه الصلاة والسلام إنك الحياء شعبة من الإيمان، بل النبي عليه الصلاة والسلام إجن هاي عذا فيفيجن السيد يتعاتب أوماس يعني يمش شغرني قارشك تضحي بزاف وتضحشي بزاف من هي قارشك تضح ظنك تسوس تضحية قع، فينس النبي عليه الصلاة والسلام دعه دعه فإن الحياء من الإيمان والإيمان لا يأتي إلا بخير، إنس جيت وتأنبشي وكيز من غاشي لأن ويتسدحا وسدحيثا وسدحي وانيتين زقي الإيمان والإيمان ويتوي إلا ما هو خير، هنشني نسرم ذا سيضا والنغ الحياء هنسرم ذا سيضا والنغ السلوك كي جان ذا فأنت تتعلق سالحياء، والشعر إنك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت يعني ومقن الأمة الأمة هي مرغس الأخلاق والأخلاق نشنيه زمة أتنسرمذ نيغون زمة أتنرمذ إلا من خلال الكتاب والسنة، أفضل الأخلاق وأحسن الأخلاق من غتنكسي زقي الكتاب والسنة، فالقرآن البهان غزقي السلام فإذا دخلتم بيوتا فسلموا خلق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق الخلق، الله جل وعلا قال القرآن إنك ما رض روح غير تدفض خل أبينك البيت نعسك تقبض ثلاث عورات لكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقرك من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضلا فليس منا، الخلق الأخلاق الحياء هل نسلم ذن شني إذا ونغ منايا ونسلم ذن شيء إذا ونغ منايا، كذلك زي السلبية لابتعاد خدين الفراغ الروحي أن يتيلي من أذن نشي قرص مجدر وغسواله ورين سيخوا دائما يقنض دائما يخصى مريك صغير ساقي يخصى مريك قيمي فاقي يخصى مريك يتصق دين غير يتنقرب أم ثاذنت، وبالتالي يتيلي أمش غني وغسبو التاسع نرخاضة، كذلك زي السلبيات البعد عن الدين الحرص الحرص خلمال من هذا موزيت هي مشي حنجان
وجيت يمشي هذا مغاف ما تفغ متاب الرجال ما تفغ مسطورة ما حموش يا وحاض ما لا ماذا حنجاد ذو سيد الوحدان تجيرث ما ذو فزيك ما تصنص قيدة الدات ما تصنص أبارة لا الهم من الزين عاشين ثم الهم من السسوانيتا يزيد الطمع أنه ويتفارق شجرا الحلال ذو الحرام. فلأجل ذلك قرن النبي عليه الصلاة والسلام جيجن الحديث من علامات الساعة لا يبالي الرجل من أين أكل أم من حلال أم من حرام لا يبالي وزيت همي شيء. المهم أنه أذي جمع أذي سقط مبين أذي سقط الداث أذي ابن إجن دداث ذيه في طنجة إجن دداث ذي الحسيمة إجن دداث قوش ذي إجن دداث ذي ومع أن أنت في يمكنه يطوح شقع ما يمي إقارك تتفق ضموث تقر تجارة ضموث تغرى القرص ذب النيذ ولكن ذهد مذ ما هو أولاد ذهد مذ ضوينك. النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك عاوز السلبية الطمع الطمع يعني وخا غاشي نحاش تقرصني شو غايوالو اخسي هذا نقعد. كذلك زي السلبيات البعد حق الدين السرقة نيني بعض الإخوان ذايتين أن حاليا يتعاوذي جنسي دي النط إنك يجو حنجير يتصل تليفون هاتفيا نقرع شاطينس إنس نقيم ماذ بابا فغنز قيدة الداف قجيغاكم ضوى الظازم قادين دهب ذين كذا ذين كذا روح مشفام أتفن قسم منيني إن ذي مغربيين ذي ريفيين ما يجد تربية ما رحموش يخون باباس ميخ في خدم الأب الأب ميخ في خدم خضا وينس خاص نتا يتكيذس يتشى زن عاشين يتهلكي يتهلى ذقس ومع ذلك يخونيث ونيتين استطاع هذه نغبة بس هذه نغيمس ميمي يزدو ذن عاشين الطمع السرقة ميمي لابتعاد خدين يسيد باباسي قد ديكلاراسيون قا ام قالو يفق ذمي استفنيني وين نخلي لي مساكيت مو خاصة تصبح النظرة زقي الاب او حنجيرة ونيتا الله المستعان. كذلك زقي البعد خدين تعاطي المخدرات اتف من هذا ضغياض غياض ينق ضغياض غيا هذه منغ ني غادي شفا باش اتف اخصاص المخدرات اخصاص المخدرات ميمي لانه غاشي زي ما يسي غياوي نعشي باش يصغ المخدرات انت السهرك. كذلك عدم التحايل او كذلك التحايل يعني من ذم يتاقي أذي خذم وثا الحقيقة أكثرية تقنت وبالتالي سبادرن الجو يعني يوذن سبادرن الجو خيث مسن سويث مسن تمسر من بزافني وذان مثلا تقن الشواهد الطبية على أساس أخذ من شيء على أساس هركن وزن شيء أخذ من ونش سنغ بعض الحالات شخصيا على أن إذن تسند سعدان العطلة نسن كما ينبغي مليح شهرين نغدرت شهور لكن مرمي تيري كنترول يطحي الصغيج الماركان الدواء الشاثيت كي زوران للناس ما يمي منايا إنك لأن ضوان حرامني مرمي طحنت قني التحاليل مرو فين الأثر ندواني قنصوي هريك يا أخي شكد نقذيخ فينك أولا والله عز وجل يقرك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما زائد شكتذين عاشين من غير حل حرام شكتذين عاشين وخص قرومي النبي عليه الصلاة والسلام جي الحديث يقرك اتقي دعوة المظلوم ولو كافرا الحديث ويتن دكس المقال لكن معناه صحيح اتقي دعوة المظلوم ولو كافرا فعليه كفره انت يكفى بالله عز وجل شكون جبوا الشغرينك
لكن ظلم حقوق العباد متساوية. لا يجوز بنادم هذه الشرين عاشين ورومي نيغو مسلم كيف كيف يقارك ثنية الشركة ميمي والزوجي هذا يخدم، لكن ديني وذان نفضحن أم ديارو أرومي وقيم شي اتقاقي نيغو مسلم قاع نهائيا. بل يتورد العدو ما يميئتش التحخاص. إذا قاع منايا زقي الآثار يعني السلبية لبعدنا خدين. من يقع مجتمع الأخلاق الإسلامية مرن بأن الأخلاق انتفق جن كورشي الأخلاق ضد الدين والدين الأخلاق. فلأجل ذلك انتف النبي عليه الصلاة والسلام من ميوصى الشباب من ميوصى أولياء المرأة أولياء البكر نسل من جاءكم ترضون دينه وخلقه الخلق فزوجوه. الخلق يجن الدور إمغاء لدى الناظر يمكن تفذ من هذا يخز ذلك لكن يتلاحظ خاك بعض الخلق لأن الخلق نقص التأثير مش ينسن بأن يمسر من جنوب آسيا أو شرق آسيا سيف الإسلام غير الخلق ماشي السيف ماشي بومباف ماشي المدافع ماشي القتل سيفنت إلا الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام إني سر من أكيدس وجي سر من أكيدس جيم كالسيف سر من أكيدس الأخلاق إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. إلى جغي إسبانيا فسبحان الله توقع عن بعض المسائل استفاد الزكسن فيسيد غيجن الشرطي يسيد غيجن الشرطي إيش جمخاي يقيني السورة كذي بعض المسائل فيسيد يجن الأخ إيش جمخاي وإيش جمشي خاص انت الشرطيني ويتين عايف ما يميز عما ويش جمشي خاص الشرطيني إيش جمخاي نشو حذي وإيش جمشي خاص الشرطيني. فاني أصي يا أخي ويتي وجبوا التعامل فأسبانيوني شندق من إيجا أسبانيوني يكشى سنتا فوس إنسي جو إنش من تقغ ذا يعني تستشيوها. إذن ذا المسألة الخلق أنه يخصنا ماشي وميضار وميوخصنا نشجع ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم إجن هيقي مقع إيشة رضي الله عنها والحديث معروف في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من طريق عائشة رضي الله عنها إلى القيم ثم يسي وسين ذو ذاين يعني سقاق بنت مخاز. فعائشة رضي الله عنها ذو فوخ خامينس فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي فينس السم عليك الموت لك يا محمد. كأن النبي علي كأن اليهوديني ويسنشئ أن النبي عليه الصلاة والسلام افهماس فينس وعليكم قم عند الزد يشاس الابتسامة. وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام إلى استقبال المخالف لابتسامة. فعائشة رضي الله عنها ويسي عجيب برحر الناس بل عليكم اللعنة يا إخوة القردة والخنازير الناس قخم. فاليهودي يفق صافي حتوم يقضى الشغرين زي النبي صلى الله عليه وسلم يفق فذفق عائشة رضي الله عنها إنس النبي ما هي عائشة من ذكي ذميا فإنس يا رسول الله ألم تسمع إلى ما قال يكناك إنك السم عليك الموت لك إنس يا عائشة وألا تسمع إلى ردي شموت جشي ماذا سنغنش الناس وعليكم يعني بحيث أن الموت ماشي يعني خص خذين نخو مسلم نخو رومي قعن مثيا نغلى قعن مثيا نغلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون. والله عز وجل عود جي القرآن قال كل هالك إلا وجهه كل شيء من خفص الدنيا سواء البشر الحيوان كل شيء هالك سيموت وسيزول إلا الله تبارك وتعالى. فينس يا عائشة ما كان الرفق في شيء يعني إجنس سلوك ذا سبحان الخلق ذا المليح كذا وكذا إلا زانه يعني إزين الأفعال دي
وما كانت الشدة في شيء إلا شانه. يعني أتى في عيب قعمنين. الدعوة يخصص الرفق، وخصوصا دعوة المخالف. أروم يخصص من هذا مدي السيوركي صديق حكاكيس مرق شق الإخوان شجم خاص خلي انت نيغ مرق شجم خاص خلي انت ذمز قارو قع، لأن وجه التعامل. ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل جميني خير كثير. مش حارني وذن سرمن غير الكلمة، مش حاري وذن سرمن غير زرين من هذا يتزاد جاقي المطار. زرين أرومي زرى من هذا يتزاد جاقي المطار يصبح يسرم. أرومي يوشى سام سرم يوشى شتيكلي شتيكلي نيمي دي سرم. سبب الأخلاق الكريمة جي قرص لا من يلا فنقيم زعما مشغلين منزويين، يعني مشغلين مبتعدين فوجب زق الاخلاق الاسلام ابدا. فلاجل ذلك قرص الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام ويحث امته قرص انك لعلى خلق عظيم. الى غيظ بعض المسائل، ولكن ساعات قد ساعات ويت نقاوي رحمشا قد جيني تقيث يتألف يديتي الكتب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وفهما، وأن يردنا إلى دين الله عز وجل ردا جميلا، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر ومكروه، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في أهلنا، وأن يحفظنا في ديننا، وأن يجعل دنيانا خير معاشنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.